بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أرحب بيكم مرة تانية، سعيد بوجودكم وسعيد بالنقاش والحوار اللي تم خلال الثلاث أيام اللي فاتوا دول. ولما احنا اتكلمنا على ان احنا لما أطلقنا موضوع الحوار زي ما بدأنا في إبريل الماضي وقلنا ان احنا محتاجين نتكلم مع بعض أو نسمع بعض، يمكن كان في كتير من الناس متصور ان احنا هو الموضوع موضوع سياسة يعني، ولا بأس انها تبقى سياسة، لكن كان الهدف منها ان احنا فعلا محتاجين نسمع بعض اكتر. الظروف والتحديات اللي موجودة في العالم في المنطقة وفي بلدنا محتاجين ان احنا دايما على الاقل يبقى في تواصل بيننا، نقدر نبقى شايفين مع بعض حتى رغم الاختلاف بالايه اللي موجود قدامنا. وانا يمكن في بدايه المؤتمر او امبارح لما كلمت قلت كلام، ف الناس قالوا لي انت تقصد ايه، انت احنا بنتكلم في المؤتمر الاقتصادي وانت كلمت في حاجه خاصه بموضوعات اخرى. انا كنت شايف ان الموضوعات ديت موضوعات متصله باللي احنا بنتكلم فيه. لما كلمت على البيئه السياسيه كنت اقصد بيها برضو واحنا بنتحرك عشان نعمل اقتصاد، هل البيئة السياسية اللي موجودة في منطقتنا وفي الإقليم وحتى في مصر تسمح لنا بأن احنا كل اللي احنا بنتمناه نقدر نعمله بغض النظر عن صحته؟ اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله، اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. كل الطرحات اللي اتقالت ديت، أنا آسف إن أقول لكم، أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها. أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها. إنما ازاي تعملوها؟ ازاي تعملوها؟ انا كلامي هيبقى كده في البدايه. كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى احنا ملتزمين ان احنا نعمله. منسق صحيح. احنا ملتزمين ان احنا نعمله لان احنا ما عملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت، نستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الاخر خلاص. لا، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدولة وكحكومة ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومة وهي بتقول ده قابلت مشاكل، اكيد هتقابل، لابد يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع ان تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر. ليه؟ عشان واحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديت قابلتنا مشكله نتكلم فيها ونقول الموضوع ده كذا كذا كذا. فانا بقول بالاضافه لان احنا ملتزمين ان احنا نعمل كل التوصيات اللي تم التوافق عليها، لكن انا بقول لكم عشان نجاعه الاجراء اللي احنا بنعمله محتاجين يبقى فيه للمؤتمر الاقتصادي، ومش للمؤتمر الاقتصادي بس، لكل منصه الحوار اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. انتوا اتكلمتوا وقلتوا مجموعات عمل ممكن تبقى موجودة لصالح طرح ما تم التوافق عليه والمسار اللي احنا متحركين عليه إعلاميا. وانا كنت اتكلمت في بداية الموضوع وقلت البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية والفكرية والثقافية وحتى البيئة الإعلامية. اذا احنا بس عشان الكلام ما يبقى مترتب، انا متفق معاكم يبقى المؤتمر يتعمل كل سنة، ده كلام مهم جدا جدا. وافتكروا ان احنا كنا من 5 سنين ولا اكتر كنا حريصين قوي قوي ان احنا نعمل منصه حوار، وكانت كنا بنقول ان المؤتمر ده هو مؤتمر الشباب، هيتم تناول فيه قضايا الدوله كلها مش قضيه شباب فقط، حتى القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والفكريه. وكنا قلنا ان احنا من كل شهر ونص او شهرين نعمل ده، ولكن الحقيقه ونجحنا ان احنا نعمل ده بشكل او باخر في المحافظات كمان، ثم سنويا حتى على مستوى العالم. جت كورونا يمكن والظرف الاخير ده، يعني 3 سنين ما قدرناش نكمل بنفس المستوى اللي احنا كنا بنتمناه. اذا انا بس عايز اكد تاني، منصه اقتصاديه مستقره تكون موجوده معانا وتلتقي كل سنه ونقول ده كشف الحساب، اللي هو انا كحكومه وقياده يجي لي دوريا كل 3 شهور تقرير بالانجاز اللي احنا قدرنا نحققه. بالانجاز اللي احنا نحققه. خليني بس وانا بكلم الدكتور ضياء نكمل الكلام ده بقى في النقطه
اللي تسري هذا اللقاء وتكمل على ما بدأناه. احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزة تتكلم، تتكلم مش سياسي بس، اقتصادي، اجتماعي، إعلامي، وثقافي، وديني كمان. وأنا أتصور، وقبل ما نقول إن إحنا يعني أنهينا موضوع الحوار الوطني بشكل متكامل نستفيد منه كلنا، أنا متصور إن إحنا عايزين نعمل حاجة تانية زي ما عملنا الاقتصادي واتكلمنا كلنا، والدولة اتكلمت أيضا في التحديات اللي موجودة. أنا متصور إن إحنا محتاجين نعمل ده أيضا في الملفات التانية. يعني إيه؟ يعني أنا هديكم شوية أمثلة صغيرة كده، والهدف منها فقط قلت لكم إن أنا بشارك معكم هنا مش كرئيس مصر. بالمناسبة، ولما أقول الكلام ده الناس بتفتكر إن أنا بدغدغ مشاعر الناس. أنا ما بعتبرش نفسي رئيس لمصر. أنا بعتبر نفسي إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه. بس. طب والله أنا صادق. أصل أدبيات الرئيس حاجة، وأدبيات المواطن حاجة تانية. أدبيات السياسي حاجة، وأدبيات المواطن حاجة تانية. أدبيات الرئيس حاجة، وأدويات البطل حاجة تانية. البطل حاجة تانية. مش عايز يعيش ويقعد عليها هنا. هقول لكم شوية حاجات كده عشتها خلال الفترة اللي فاتت. ما احنا بنقول كلام جميل مع بعض إن شاء الله. ساعة ما حصل الأحداث بتاعت 2011 و12 و13، فالدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ وسايبنا ليهم ليه؟ وهم هيعملوا فينا ايه؟ الجيش يعرف اللي انا بقوله ده كويس، وبرضه قاعد المفكرين يفهموا ده كويس. الجيش ده جزء من المؤسسة التنفيذية للدولة، جزء من الكيان، ويخضع لرئيس الجمهورية. كان مين اللي علم الراجل ده انه ينتبه ويعرف ان البلد دي داخلة على حرب أهلية ولابد ان هو يكون ليه موقف؟ الموقف ده ممكن يكلفه ايه؟ حد أدنى استمراره في الوظيفة. حد أدنى استمراره في الوظيفة. حد أقصى حياته. هو كان عارف ده كويس وفاهمه، ولا حد علمه له؟ طب أنا بقوله ليه دلوقتي؟ لأن الواقع اللي إحنا ماشيين فيه ما اتغيرش كتير عن اللي إحنا كنا موجودين فيه ساعتها. تقول لي ده 7 سنين. 7 سنين في مسير الدولة مش كتير قوي. وتم التحرك بالشكل اللي يرضي ربنا، اللي يرضي ربنا خلال المرحلة دي، وإعطاء فرصة كاملة للناس اللي كانت موجودة بالنصيحة الأمينة المخلصة الشريفة، وبالمهم اللي بتفهم. اللي إيه؟ اللي بتفهم إن في قضية كذا وكذا وكذا. في ناس من مجلس الوزراء كانت موجودة هنا في الوقت دوت. في ناس كانت معانا في مجلس الوزراء في الوقت اللي انا كنت فيه وزير، وانا بقول القضايا اللي احنا بنتعامل معاها. فكنت بقول كل حاجه ليهم كلهم بما فيهم القياده. طب بتقول برضو ده ليه؟ لان كانت الموضوع شريف قوي، والشرف ما بيتجزأش. ما بيتعملش شويه وينتهي ويبقى خلاص بقى. يبقى سمه متغيره، ده شخصيه بقى متقلبه. شخصية خائنة. لا لا لا. الرزق على الله. الرزق على الله. بمناسبة الرزق على الله،
وانا بتكلم في حد بعد ما خلصت المؤتمر قال لي انا عايز يعني، ما انا بكلم ناس كتير يعني، فقال لي يعني بتتكلم كتير عن ربنا ليه؟ قلت لهم حبيبي، حبيبي وغالي علي، حبيبي وغالي علي، وانا اللي شايف، انا اللي شايف هو عمل ايه معاكم. طب واحنا لا؟ لا ممكن تكونوا شايفين، بس انا شايف اكتر. والله 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 كرموا على مصر فوق خيالكم. والله 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 كرموا على مصر فوق خيالكم. ف يعني يقول ان الحق سبحانه وتعالى عندما يذكر في ملأ، اللي هيذكره في الملأ ده يوم هو يذكره في ملأ افضل منه. من اتكلم واتكلم واتكلم بكل احترام وحب، بس هو يقبلني، بس هو يقبلني ويقبل ما اعمله ما افعله في مصر، يقبله. نرجع بقى تاني للموضوع بتاع الفتره ديت. يا رب يا رب يكون بيحبني صحيح. نرجع بقى تاني. فالمهم ساعه لما جانا حصلت الاحداث، فانا وعملنا البيان اللي كان بيان لو حد بيحسبه كويس قوي، ما هو ده تكمله الحوار الوطني يا دكتور ضياء، ده تكمله الحوار الوطني. ساعتها لما جيت عملت البيان ده كنت حريص على ان انا احافظ على التماسك الهش للدوله المصريه ومجتمعها بما فيهم الفصيل ده. معقول؟ لاجل خاطرها، لاجل ان هي مش مستحمله اكتر من كده. خرب، خلصت. والمصافة كنت بقى موجود في مجلس الوزراء، فكانوا يقولوا لي احنا عايزين نحافظ عليك، انت الايقونة بتاعتنا. انا بقول لكم كلام اتقال، انت الايقونة بتاعتنا، انت البطل. جميل. طيب هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ بكلمكم بجد والله، انت البطل اللي حافظ عليك. ايه هو حد ممكن يدي ظهره ولا ايه؟ لا مش ليا، انا ظهري ربنا، ظهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل، اللي يقدر على ربنا يتفضل. نرجع تاني. كنت اتكلمت على البيئة الإعلامية وقالوا يعني إيه تقصد إيه؟ فهجيب لكم من كل كلمة قلتها مثال على الفكرة، مثال على الفكرة. إيه الفكرة؟ في الترشح في اثنين من الإعلاميين الأفاضل اللي أنا بقدرهم وبحترمهم قالوا نعمل معاك لقاء. نعمل معاك إيه؟ لقاء. قلت طيب كويس. فجيت قبل بعد ما خلصت اللقاء معاهم فقالوا لي ايه؟ احنا ما نمناش امبارح. ما ايه؟ فقلت لهم ليه؟ قال اصل انت ازاز ما حبش ابدا نلمسه. ازاز ايه؟ ما نحبش نلمسه، لان اللي اتعمل كتير قوي. فاحنا لازم كنا شايفين واحنا بنتكلم معاك وبنعمله نخلي بالنا كويس. بعدها بكم شهر كنا بنفتتح مشروع للمناطق الخطر، فحد قال السجادة الحمراء ماشيين عليها. يا بعد كم شهر كده اتغيرتوا؟ لا انتوا ما اتغيرتوش. اسمعوا اللي هقوله لكم ده كويس. انتوا مش عارفين السياق الاعلامي المطلوب لإدارة الدولة دي في المرحلة دي لمدة 20 سنة. السياق الإعلامي مش خدمة الرئيس، السياق الإعلامي خدمة الفكرة. أنت عايز توحد الجهود، أدبيات التعامل مع الواقع ده في ظروف اللي بتمر بيها مصر ما كانتش مناسبة. أدي نقطة. هتكلم على الأدبيات أو الثقافة أو البعد البيئي للدين.
وانا والله العظيم ما اقصد اي حاجه عشان ما حدش يزعل. كنا بنتكلم على اهميه تصويب واصلاح الخطاب الديني. فمرة وقلت يا جماعة الواقع اللي احنا بنشوفه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية اللي موجودة في بلادنا محتاجة مش إعادة طرح فهم عصري مش لثوابت الدين، لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات اللي بتبقى في كل مجتمع وكل بس. وجيت مره اتكلمت على وثيقه ان الطلاق تبقى وثيقه مكتوبه لحمايه حقوق الناس، وبعدين من غير ما اذكر اي اسماء او مؤسسات، فتقال لي احنا طرحنا الموضوع ده على لجنه علميه متخصصه، نسبة كبيرة منها وافقت ونسبة قالت لا. طب كويس، طب ما أقرتوش ده ليه؟ قالوا أصل أنت قلته، ولما تقول أنت لو إحنا وافقناك يبقى إحنا إيه؟ بندعم مين؟ بندعم مين؟ السلطة. الكلام ده بيعكس الفهم اللي محتاج يتطور تجاه يعني إيه دولة ويعني ايه دور. لو انت دايما حطيتني انا في مكان وانت في مكان تاني، ده مش حقيقي صح. احنا دايما مع بعض. واظن التعبير انت سمعتوه مني كتير، فبمجرد ان انا طرحته زي ما احنا بنتكلم فيه كده بقى غير قابل للتنفيذ لاحسن. هيقولوا ايه ده انت مشجع ايه؟ يعني تسيب الحق لاجل الكلمة دي؟ طب ما بقيت الموضوعات الأخرى. طب أنا كنت بتكلم مع وزير العدل من كم شهر كده يا دكتور عمر. طب هل لو أنا طلبت منك إنك تحكي هتفتكر كل اللي قلته ولا بأمانة؟ طب من فضلكم ادوا له. أصل ده يوم جميل النهارده. النهارده يوم جميل قوي والله. حد يجيب. شكرا دكتور مصطفى، كتر خيرك. انتوا عارفين ان اكتر واحد بيتعذب معايا في الحكومه مين؟ الدكتور مصطفى والله العظيم. والله العظيم صحيح، يعني جنابه بقت قد كده. اتفضل. من فضلك افتكر او تقول انا اقول. اتفضل يا فندم. انا يعني هنتكلم في الزواج والطلاق ولا نتكلم في النسب ولا نتكلم في الافكار اللي سيادتك كنت بتطرحها ان احنا نقدر نحسن بيها موقف الاسره المصريه؟ يعني سيادته كان في افكار كتيره بيقولها واحنا فعلا بنشوفها على ارض الواقع، وجبنا الاحصائيات وجبنا كل الادوات اللي تقدر تمكننا ان احنا نصل الى حقيقه الموقف في الاسره المصريه. الأسرة المصرية الحمد لله بفضل التوجيه والمفتاح اللي فتحه سيادته في هذا الباب اللي كان مغلق وكان مقفول، احنا عملنا حاجات كتير فيه. يعني لقينا فعلا لما نيجي نتكلم على توثيق الطلاق، توثيق الطلاق كل الجهات وافقت عليه وقالت هذا شرعي. زي ما الزواج بيوثق يبقى الخروج وهو الطلاق يبقى موثق، والكل وافق على هذا. لما جينا نشوف برضو أسباب الطلاق، الطلاق احنا بنتكلم في ايه؟ هل الطلاق ده مجرد كلمة الواحد بيقولها يبقى يقع بيه الطلاق، ولا الطلاق ده له شروط وموجبات ويتحقق بيها؟ فعلا لقينا ان في كثير من حالات الطلاق لا يستحق ان يقال عليها طلاق، ولكن كانت بتدون بمجرد ذكر الكلمة.
هل المأذون بيقدر يتحقق ان الطلاق وقع فعلا ولا لا؟ ما كانش بيقع، ولذلك احنا بفضل التوجيه اللي قاله سيادته عملنا دورة كبيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف والإفتاء ودار الإفتاء للمأذونين، وتبان ان برضو ان كان محتاجين فعلا دعم فكري وثقافي وقانوني للمأذون علشان يقدر يقول هل في طلاق وقع شرعا ولا لا، لان اللي بيكتبه بيدونه ده بيترتب عليه استمرار اسره، يا خراب اسره. لما جينا بنتكلم برضو على حاجات زي التحليل، سلامه العقد فضل والتحليل. من ضمن سلامه العقد التحاليل. يعني ايه التحاليل؟ احنا داخلين، وكلمه سيادته ان احنا لازم نبقى داخلين على نور. على نور على ايه؟ هل هذا الإنسان قادر على الزواج وموجبات الزواج وتبعات الزواج؟ هل هذه الست قادرة على هذا العمل ولا لا؟ لأنها داخلين على بناء أسرة، هل محتاجين نبقى فيه تحاليل وتبقى الدنيا واضحة، محتاجين أن يبقى فيه أرضاً التكلفة المادية يبقى فيه وضوح، محتاجين أشياء كتيرة قبل ما يحصل الزواج نتحقق منها كأسرتين. لأن سيادته برضو كان قال إحنا العريس جاي من بيئة، العروسة جاية من بيئة، الاتنين علشان يقعدوا مع بعض لازم هيبقى في قدر من الاختلافات، لازم الكلام ده يثقف ويتقال لهم. هل إحنا لما نصل قبل الزواج نكون في اتفاق على كل هذه الأمور؟ هل هذا يؤدي إلى استمرارية الزواج ولا يكون معقد للزواج؟ لا، هيؤدي إلى الاستمرارية، لأن احنا داخلين على نور والعقد مبني على أسس صحيحة وشفافة. فكل هذه الأمور احنا شغالين عليها، وشغالين يعني على قانون الأسرة الجديد إن شاء الله هنعرضه على سيادته خلال الفترة القليلة القادمة. في أسس جديدة مبني على إحصائيات علمية زي ما سيادته قال، احنا عايزين نشوف واقع مجتمعنا إيه ونحط أحكام على هذا الواقع، لكن ما نبنيش نصوص قانونية على لا شيء افتراضية فقط، لا، نشوف واقعنا فيه إيه ونبدأ نحط النصوص القانونية على هذا الواقع علشان تكون كل الأمور واضحة قدام المجتمع. إن شاء الله هيبقى قانون الأسرة الجديد، إن شاء الله هيعكس كل اللي سيادتك طالبه، إن تبقى الأمور فيها شفافية في الزواج، وأيضا تضع حلول جذرية لمشاكل الطلاق بحيث إن احنا نحافظ على التوازن بين الرجل والمرأة ونحافظ على الأسرة المصرية. وإن شاء الله هتكون المعلومات كلها مبشرة إن شاء الله في القريب. طب اتفضل دكتور عمر. شكرا. أنا بس عايز أقول نقطة مهمة هنا لكلام الدكتور وزير العدل. يعني أنا قصدت بالكلمة دي واحنا بنطرحها إن احنا لما اتكلمنا في الموضوع دوت احنا الاقتصاد امر مهم جدا، ما فيش كلام، الحياه الناس هتعيش ازاي، لا، بناء امه مش مبني فقط على الاقتصاد، بناء امه مبني على حاجات كتير قوي من ضمنها الاقتصاد. لكن لما اتكلمنا في النقطه ديت انا رحت رابطها بموضوع تاني، قلت ايه لما انا طرحنا فكره النقطه ديت بتاعت التوثيق، يعني الكل تبارى وقال لا، الموضوع مش لا ليا، حجم الضرر الناجم عن ده على المجتمع يساوي كام؟ وانتوا اجراءاتكم يا بتوع ربنا لمجابهته بس، مش اكتر من كده. هل النهارده ال 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 البيئه العلمية من 1400 سنة لدى كل مواطنين الأمة في ذلك العصر تساوي البيئة العلمية والفكرية والثقافية للمجتمع اللي احنا موجودين فيه في مصر وفي العالم العربي والإسلامي كله؟ لا طبعا، مع تنوع وتعدد واختلاف. إذن لو احنا النهاردة لما بتكلم على البيئة الدينية وانتوا بتتكلموا في الاقتصاد، طب لو انا النهاردة واخد مسار إصلاح اقتصادي قاسي مؤلم، انت كمؤسسات دينيه اسلاميه ومسيحيه هتعمل ايه؟ انا اللي قلته في الاول
ان كل اللي اتقال ده اي، وده مش تقليل من اللي اتقال، دارس هيقول لك الناتج المحلي وعجز الموازنه والدين العام والاستثمار والهوت ماني، مش كده يا دكتور اهلا ولا ايه؟ والهوت ماني وال، طب ما لما هو سهل كده ما عملناهوش ليه؟ إذن لابد ان احنا نكون فاهمين ان في اجراءات اخرى متكامله مع الموضوع ده عشان ينجح. يبقى هل النهارده المؤسسات الدينيه الاسلاميه والمسيحيه في مصر هتكثف جهودها لدعم مسار الحكومه؟ اللي هو مسار الحكومه ده ايه؟ هو عباره عن الشعب وكله لاداره شؤونه لفتره زمنيه بما فيهم انا. يعني انا مش ولا الحكومه من حته والبلد من حته تانيه، احنا حته واحده. احنا ايه؟ اذا يبقى مؤسسات الدوله لابد انها تساعدني في كل اجراء مش طبقا لقناعاتها، لا، طبقا لفهم واسع وفكر عميق لحجم القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. طب لو ما عملش كده، لما حد يتكلم في الاعلام ويقول لي كرتونه البيت زادت 10 جنيه، انت بتساعد في المسار؟ ده معناه ان انا رافض الفكره؟ لا ابدا، بس الادبيات اللي انتوا بتجيبوها وتشتغلوا بيها قد لا تتوافق مع واقعنا يا جماعه، قد لا تتوافق مع واقعنا. احنا محتاجين حشد للاتجاه. هقول لكم حاجه، اتقال ايه على تشجيع الاستثمار الاجنبي؟ طب انا لكل اللي بيسمعوني بما فيهم رجال الاعمال المصريين، لما تقعد تتكلم وتقول ايه مش سايبين لنا فرصه، الاستثمار مش واضح، في حد بينافسنا، انت بتدي بيئه جاذبه ولا بيئه طارده؟ لما تيجي تقول ايه لا لا ده احنا مش مفيش فرصه، ده بيضيقوا علينا، ده بيعملوا ده، انت بتقول كلام مش واخد بالك انك انت بتضر نفسك. طب انا اجي لك ليه؟ اذا كنت انت يا مستثمر مصري ورجل اعمال مصري بتقول لا، اجي لك انا؟ الكلام اللي انا بتكلم فيه ده يمكن يكون ملوش علاقه خالص بفكره التشخيص وايضا التوصيات اللي اتحطت، لكن هي دي كانت عباره عن الملاحظات اللي انا شفتها كمواطن مصري او لقاء مع المستثمرين في فتره الترشح. فقلت لهم انا متصور ان انا محتاج 100 مليار جنيه عشان اجابه الاثار اللي نجمت عن الحاله اللي افرزتها حاله الثوره في 2011 و2013. الانطباع اللي طلع، وخفت قوي ان هو الانطباع اللي عندهم، ان انا جاي يا دكتور، جاي اخد مال الناس، ده لا يرضي ربنا ولا هيرضي ربنا. لا طبعا، لكن لازم نشوف المسار اللي مشيت بيه الدوله خلال ال 30 سنه ونشوف النتائج وايه، والا هنبقى نفضل احنا زي ما احنا كده. في جزء كبير جدا من اللي اتعمل، الناس النهارده يكلمني على طريق وكوبري، كوبري ايه؟ ده ما فيش حاجه فيك يا مصر، اوعى حد يزعم الكلمه اللي هقولها لكم، كلكم كانت واقفه على حيلها والله العظيم. عايزين تعرفوا مصر عامله ازاي؟ روح حديقه الحيوان. يعني ايه؟ شوفوا حجم التردي، حجم ايه؟ شوفوا حجم المنشآت، شوفوا حجم السلبيات، شوفوا حجم التعب اللي بتتعمل. انا قلت المسارات المتوازيه في الحلول. حد قال لي ما تاخد الحديقه تعملها، قلت له لا، انا اعمل 10 حدائق وما اعملش حديقه الحيوان بالطريقه دي. ده بتخش على الحديقه من هنا تلاقي كل الناس بتتكلم حديقه الحيوان والخضره اللي موجوده فيها والاسود الجميله. الله 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 الله. ايه ده؟ ايه ده ده ده؟ انطونيادس في اسكندريه، ايه اللي خدي فيها نباتات نادره؟ طب روح شوفها بس. روح شوفه. اخش على المنتزه يقول لك لا الناس اللي قاعده هناك احنا بقى لنا 25 سنه. ما يصحش كده، ما يصحش كده. ما يصحش كده ايه؟ يعني انا بقول الكلام ده ملوش علاقه كتير بالمؤتمر، لكن دي البيئه اللي انا بتكلم عليها. البيئه اللي هي احنا بنفكر في حياتنا ازاي؟ واحنا بنتكلم وبنساعد بلدنا ازاي؟
أنا قلت كلام كتير. يعني الحكومة بتقوم بجهد جبار كلها بصراحة، لكن أي موضوع عايز أخلصه، أي موضوع عايز أخلصه يا محمد يا زكي، بقول إيه؟ بقول يا محمد يعمل إيه؟ يعمله بس، خلص كلمة. اتفضل يا محمد. أنا بحييك وبحيي الجيش. طب بقول كده ليه؟ عشان أنا منه؟ لا والله، لا والله العظيم، لكن أنا بقول كده عشان بسجل ليك وللتاريخ اللي الجيش عمله. من إمتى؟ من بعد ما خد طعنة نجلاء في 67، وعاد درس، والعوز والحوجة اللي هو عاشها، واللي كانت سبب من أسباب جولة لفنانين عظام يروحوا يعملوا كده عشان يجيبوا دعم ليه في حربه المقدسة. قلنا لا يمكن أبدا، لدروس بنتعلم إن الجيش يبقى كده تاني. طب يبقى الأمن القومي المصري متعلق في رقبته؟ أيوة، زي ما حصل في 2013 و2011. طب يبقى متعلق في رقبته في إنه يكمل ويبقى يدعم ما أمكن؟ أيوة، ده دور يعمله؟ أيوة. يعني الكلام ده هيزعل الدكتور مصطفى، والله هيزعل الدكتور مصطفى. طيب أزعلك بجد يا دكتور موسى؟ اصل انا على الهوا خالص يعني. انا هقول كلمه هنا عشان مهم قوي ان انا اقول الكلمه ديت. انا اللي بيتكلم في 35 وبيتكلم في 35 زيهم، يعني اللي اتعمل في تاريخ مصر كله خلال ال 100 سنه ولا اكتر بيتعمل في خلال 4-5 سنين. طيب أنا بقول للقطاع الخاص المصري بقى الأول، أنت مستعد تخش؟ أنا خلصت. أنا إيه يا كامل؟ خلصت. أنت مش هتتكلف حاجة. عايز تجيب تحالفات تشتغل معاك معانا؟ أنا خلصت. بتكلم للي خايف على فلوس مصر. بتكلم للي خايف إيه؟ على فلوس مصر. وأقصدها. إحنا لما اتعمل يعني الصندوق بتاعنا يا دكتورة عمل شوية حاجات كده وقال لك انتوا بتبيعوا الحاجة وأصولنا حرام عليكم، مش كده يا دكتورة ولا ايه؟ والدنيا كلها كلمت على ان كده. هو الموضوع كله بكام اللي بتتكلموا عليه؟ طب انا بقى بقول لكم تاني، انا جبت الموضوع بتاع المواني كموضوع ممكن يعني نشوفه مع بعض. نشوفه ايه يا فندم؟ مع بعض. أنا عشان أعمل ده كنت أستعد أخش، كنت هخش في نقاش 3-4-5 سنين عشان حد يجي ياخد، وبعد ما ياخد يجيب تمويل عشان يعمل، وبعد ما يمول يبتدي يشغل. يعني أأجل الشغل كام سنة؟ 10 سنين. باللي إحنا ماشيين بيه ده الوقت وقت العمل بس، ووقت العمل أنا ضاغط على الدنيا كلها إنها تخلص إمتى؟ لا لا لا، إمبارح. الخلوص امتى يا فندم؟ امبارح، مش السنه الجايه ولا 5 سنين. لا، اذا المسار اللي مسؤول عن الدوله هنا لو ما انتبهش ليه وشاف الدنيا اللي فيه يفضل مكانه، يفضل يعمل خطوه تنظيم. عندنا في الجيش خطوه تنظيم يعني ما تتحركش، قاعد يعمل كده بس، ويقول ان احنا هنعمل استثمارات في موانينا. وانا بكلمكم كده، اعظم طريق من السخنه الاسكندريه ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ وخط القطار الكهربائي من السخنه لفين؟ ها اللي بيكلمني في انتوا مش ما انتوا مش والله العظيم ثلاثه، انتوا ما شايفين كرم ربنا عليكم قد ايه؟ والله العظيم. ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. المواني اللي احنا بنتكلم عليها دي اقعد انا النهارده بقى بطرحها ايه؟ تشغيل بس حاجتي، مش كده يا احمد؟ بقول ايه؟ ده حاجتي.
عايز تخش تشتغل دي بتاعتي، لأن أنا بطلب منك الاستثمار تحطها في الميناء وتعمله وتكلفه، وبعدين أخش معاك في اتفاق لازم العقود، وقد نكون شاطرين في العقد أو مش شاطرين. قد نكون شاطرين في العقد يا دكتور شاكر أو مش شاطرين، فتعمل لي عقد يعمل لي إيه؟ وأنا لازم أحترم العقود بتاعتي. لكن حاجتي بعمل معاك عقد تشغيل، تاخد الميناء ده بالطريقة دي، وبعدين إيه؟ أهو قدامك خلص. الكلام ده بينطبق على المطارات، ينطبق على البنية الأساسية للدولة كلها، سكة حديد، الكهرباء اللي كنا بنتكلم فيها من 5 6 سنين والناس كلها يعني الأكل بيبوظ والكلام ده قلته كتير والله يعني، والشبكة وكده. طب هو الناس في أوروبا اللي بتغلي الكهرباء على تمن الكهرباء طبقا لتسعيرها، تعرف إن أنا عندي هنا 17 مليون مشترك، 17 مليون مشترك بديهم الكهرباء أقل من نص تمنها حتى الآن، ولا أنا بقول رقم غلط؟ لا بأمانة. كام يا فندم؟ 17 مليون مشترك بديله كهرباء بإيه؟ وبعدين أنت كصناعة تقول لي إيه؟ طب ما تساعدني. ما أنا أصل يعني إيه؟ ما أنا لو أقدر أساعدك هساعد الكل. حقيقي هساعد الكل، أنا بحاول أخلي ما أمكن. اتفضل دكتور شاكر. ما أمكن إن الموضوع اللي إحنا بنعمله ده يبقى فعلاً مفيد للمستثمرين. تقول لي إحنا الكلام اللي إحنا كنا بنتكلم فيه ده كله كوم، وواضح إنك أنت بتتكلم. أبداً أنا معاكم ومتوافق وداعم، وكلام مش كلام دبلوماسي لا والله، يلا ونضغط معاكم، وأنا برضو بنفس مسار الدعم لكل الجهود اللي هتتبذل، ومستعد لحوار شفاف وعميق مع أي حد في أي تخصص. في التعليم تعالى نتكلم، في كلام بسمعه جوه القاعات مع المتخصصين، وكلام اللي هو الواقع اللي موجود فيه في مصر، الواقع اللي هو بيعمل اللي موجود عندنا في بلدنا. طب انتوا عايزين تغيروه ولا لا؟ هو واحد يقول لي هو التعليم علاقته بالاقتصاد؟ طبعا، لان احنا لما جينا نتكلم على التعليم، وانا ما اقصدش حاجه والله العظيم، اللي عملوا الدستور قالوا التعليم للجميع ومجاني ولا بأس. ما هو خلي بالكم اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول اهلي، اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول اهلي واهلكم المصريين يعني، وانا نفسي اديهم عناية الاثنين والله، بس انا اقدر او الدولة تقدر؟ طب جودة التعليم اللي هتقدم هتقدر؟ طب تاني وانا اتكلمت فيها، يا ترى المنتج هيبقى عامل ازاي؟ مش 25 مليون؟ ها؟ 25 مليون؟ مش كده؟ مين اللي مش كده يا دكتور؟ 25 مليون. وأول ما الراجل لسه داخل راحوا منزلين له فيديو على ال طب اتفضل استريح، اتفضل حجازي. راحوا مطلعين له فيديو إن هو مش بيان قديم كان بيتقال يعني، فقال لك إن هو الراجل يعني كان يعني إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ انت بتشجع زميلك ولا طب هم من حقهم يحطوا التراب، هم من حقهم ايه يحطوا التراب على اي حاجه حلوه نعملها، لكن احنا كمان ما ناخدش بالنا ونحط التراب وعلى طول؟ طب ندي فرصه. ال 25 مليون ده انا بقول تاني، تفتكروا كام؟ ال 25 مليون دول كام للواحد في السنة في الدول المحترمة والغنية والقادرة تدفع 10,000 دولار في السنة للطالب ده؟ كم؟ 15 مليون، 10,000 دولار للطالب ده في السنة. يعني أنا عايز 250 مليار دولار عشان اعمل التعليم ده؟ ده فين؟ في التعليم الاساسي، ولا انا مش واخد بالي؟
مش كده يا دكتور خالد؟ الجميع حاجة تانية. كام يا فندم؟ 10,000 دولار في السنة، 250 مليار دولار. طيب كويس، أنا بقى حولتهم لجنيه، قلت بس اديهم 10,000، يبقى 250 مليار جنيه. طب هي موازنة الدولة تقدر تدي الرقم ده للتعليم؟ أنا قلت 10,000. ولما الدكتور مصطفى كان بيقول إن إحنا بنتكلم في 21,000 فصل، قلت له يا دكتور 60,000. 60,000 ده العدد المطلوب لمجابهة الزيادة السكانية كل سنة عشان تخلي 30 لـ40 طالب في الفصل، ولا أنا مش واخد بالي؟ طب ال 60,000 بكام؟ لو حسبته بنص مليون ب 30 مليار، ولو حسبته بمليون يبقى 60 مليار. ده للايه؟ لل 60,000 فصل. ده مش من غير تشغيل. ده من غير تشغيل. من غير يا فندم؟ تشغيل، ده ما شغلناش لسه، مش في مدرس وفي أطقم هتبقى موجودة لخدمة المدرسة دي؟ وفي كهرباء وفي مية للمدرسة دي؟ الدكتور مصطفى قال احنا بنتكلم في 56,000 مدرسة. طب لو انا عايز كل سنة قبل العام الدراسي مليون جنيه لكل مدرسة ارفع كفاءتها ويعني واحسن موقفها في الفصول ومنشآتها، ويعني مليون جنيه، عايز 60 مليار. طب ما 60 مليار مش موجود. يوم حد جاب المدرسة بيقول لك شايف المدرسة عاملة ازاي؟ يا عم انت بتتكلم لغة تانية. انتوا مش عارفين. حد يزعل قوي ان الكلام ده يزعل؟ انتوا مش عارفين يعني ايه دوله، وبتهدوا بلادكم. الناس الغلابه اللي لما يجي حد يتجوز ولادهم يقعدوا يوضبوا في البيت وينظفوه ويقدموه حلو عشان الناس تشوفه كويس. يا ترى احنا بنعمل كده كلنا؟ طب الفقير غلبان، طب الغني، ما انت مبسوط ومستور. بنحط تراب من غير ما نقصد ليه؟ انا ده ملامه ليكوا ولا ليكوا؟ مش ليكوا انتوا، لا انا بكلم كل المصريين. يبقى انا النهارده اللي جه مع كل الاحترام والتقدير للبناء الفكري للدستور ما كانش منتبه لقدره الدوله على تلبيه المطالب دي، وراح حاططها بقت التزام، ويبقى البرلمان يحاسب الحكومه، والحكومه يقف الوزير ياخد على وشه. انا بتكلم بجد بقى، ياخد في البرلمان على وشه، والتعليم العالي زيه، وبتاع الصحه زيه، وبتاع الكهرباء زيه، لان اللي بيطلب منه بيطلب حاجه مش موجوده. يبقى المسار اللي انا بتكلم فيه هو المسار الفكري لبناء دوله، ده موضوع محتاج تضافر كل الجهود بما فيه الفهم عشان البلد دي تطلع لقدام، مش عشان عبد الفتاح يقعد فيها. لا، ده تفكير ضيق قوي، تفكير ضيق قوي، انك تبقى فاكر ان الناس عايزه. طب بالمناسبه بقى، بدل ما احنا جبنا السيره ديت من غير ما اجيب اسماء حد، كتير من اللي قاعدين معاكم دول وناس اقتصاديين اعمق واعظم منهم، في بدايه 2014 التقيت بيهم. تحبوا تيجي تمسكوا الوزارة؟ ها؟ الوزارة؟ قول لي لا. احنا لينا تاريخ. احنا يا دكتور مصطفى، يا مستخسر تاريخك في بلدك؟ انا مش بلوم حد، والله ما بلوم حد. دمر روحك. قال لا غير احنا نعرف يعني ايه الحال ده ممكن ينجح ولا ما ينجحش، مش هنقدر. فبدل ما احنا يتحط علينا ان احنا فشله، خلينا بعيد. حد تاني قال لي لا انت هتديني كام؟ انا باخد 1 مليون و2 مليون في الشهر، هتديني كام؟ قلت له ما اقدرش اديك كده. قلت خلاص سيبني في المكان اللي انا بشتغل فيه، ولو اي نصيحه بقولها لك يعني. برضو ايه ليه بدأنا الكلام وخد منحة مختلف عن المسار بتاع المؤتمر؟ لا والله والله والله، اللي انا بتكلم فيه ده في صلب المؤتمر وفي صلب الحوار الوطني اللي احنا بنتكلم عليه. عايزين نشوف زي بعض باختلاف. ايوه
قول لي وجهة نظرك بقى في حل الموضوع. أنا حليت المسألة بتاعت المواني وبتاعت البنية الأساسية للدولة دي بطريقة تانية. المسار اللي أنت كنت بتطرحه وتقول لي اطرحها للقطاع الخاص واطرحها للأجانب وأنا معاك، بس أنا ما عنديش وقت أتأخر أكتر من كده. ما عنديش وقت إيه؟ أتأخر أكتر من كده. ما عنديش مهلة 10-15 سنة عقبال ما أطرح والناس تيجي وأقعد أسوقهم وإحنا شاطرين نسوق. لكن اللي أنا أعرف أعمله إن أعمل. اللي أنا أعرف أعمله إيه؟ أعمل أنا. طب بقت موجودة، اللي عايز يتفضل. لكل الناس بما فيها شركات الجيش، أيوة والكلام ده قلته بدل مرة كم مرة يا دكتور مصطفى؟ طب شركات الدولة مطروحة؟ أيوة. أنتوا يعني مش بتعتبروا إن اللي موجود ده فرصة؟ مش كده؟ طب وماله؟ والله 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 أنا صادق معاكم، كل شركات القوات المسلحة معاكم، يلا. كل شركات الدولة اللي موجودة معاكم، بس ما تجيش تقول لي إيه؟ طب معلش بقى نفض لي منها العمالة الزايدة اللي موجودة دي والدهاني. ينفع يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح؟ طب ازاي يعني؟ انت اللي بتيجي تعمل شركه قطاع خاص بتنقي ناسك وبتحوكم اجراءاتك وبتخلي بالك من كل قرش بتصرفه. لكن اللي حصل ان احنا معانا ميراث لازم نخلي بالنا منه. دي مجتمعات. دي اسر. اوعى تخلي غضبك من سوء الاداء يتحول لعداوه مع اللي بيقوموا بسوء الاداء. اوعى تعمل كده. اوعى تكره الفقير. اوعى تكره الفقير. اكره الفقر لكن ما تكرهش الفقير. طب انا هقول لكم على حاجه، انا بطول كده دكتور مصطفى بجد؟ ما انت لازم تقول لي كده برضه. لما عملنا المساكن بتاعت المناطق الخطره فقلنا للناس مش هناخد منكم فلوس، يعني هناخد بس منكم صيانة عشان نحافظ على اللي احنا عملناه يعني. فانا بقى حد يصدق ان انا اتابع الناس بتدفع ولا ما بتدفعش؟ حد يصدق؟ حد يصدق؟ بقى انت واخد بالك بشاير دفعت ولا ما دفعتش؟ الاسمرات دفعت ولا ما دفعتش؟ اهالينا دفعت ولا ما دفعتش ال 300 جنيه؟ وزميلي اللي موجود في المحافظة ولا في المحليات مش واخد باله؟ طب أنا بقى ساعتها أقول إيه؟ أكفر بالفكرة ومش هعمل كده تاني، مش كده؟ أعمل إيه؟ ما أعملش كده تاني. لا، أنا لازم أعرف هو ليه كده وساعده انه ما يبقاش كده، وما اكرهش سلوكيات الفقر، واكره الفقر نفسه واستهدف الفقر نفسه واغيره. وايه يا فندم؟ اغيره ولا نغيره؟ نغيره مع بعض. طب انا هقول لكم على حاجه، في ال 51,000 مدرسه دول مفيش في كل مدرسه جنب منها، أنا قلت الكلام ده قبل كده من 5-6 سنين، مفيش جنب منها شباب يساعد مع وزير التعليم ومديرية التعليم في المحافظة إنه يخش بشكل لطيف، يخش مع المجموعة المجموعة اللي موجودة يشجعهم. ما هو المرتبات تعبانة. المرتبات إيه؟ حد يقول لي يعني أيوه تعبانة. والله العظيم أنا بكلمكم من قلبي هنا، أقل من 10,000 جنيه لأي حد بيشتغل ما يعيش. طب ما دول عايشين إزاي؟ ما دول عايشين إزاي؟ هتقولي طب ما تديهم. أقول لك يا ريت. تقولي الله، طب ما أنت بتتكلم على إنك أنت بتعمل مينا ب40 مليار. ما أنا بقى لازم أكون متوازن في إدارة الأمر. غيرنا كان مساره أكل وشرب ودفع فلوس وسابها لما بقت على الحديد. النتيجة إيه؟
وقلت لكم ان بقى الاصلاح اللي موجود اكبر من قرار اي رئيس في الوقت ده الحقيقي. وبالتالي الناس خرجت هدت الدولة ديت فما تستحملش تاني. فلابد ان احنا اشتغل على كل قطاعات الدولة. حد يقول لي طب انت بتهتم بالاسمنت والحديد والبشر؟ لا انا مهتم بكله بدليل. لما تيجي تتكلم على وزير التعليم العالي تقول له اضفت كام جامعة في الفترة بتاعت فكم جامعة؟ فيقول لك ايه دول بيعملوا الجامعات الاهلية دي عشان اللي يديها للاغنياء. لا انا بعمل مسار اطور بيه التعليم بتكلفة مالية اقل عشان اقدر احسن في بيئة التعليم. بالمناسبة ايه المسار؟ مسار المتوازي. عندي قبح وعندي حسن، اخلص القبح ولا اعمل الحسن؟ انا رايي اعمل الحسن وازود فيه واقلل في القبح. ده اللي انا بعمله في اي حاجه بنتعامل فيها في البلد دي. اي اجراء بنعمله في مصر يستهدف كده، اتخلص من القبح في كل شيء. في التعليم، في التعليم طب اقدر اخلصه كله؟ لو قدرت كله هخلصه. طب في النقل والمواصلات اخلصه، في الاسكان اخلصه، في المناطق الخطرة والعشوائيات أخلصه، في التعليم والصحة أخلصه. ولما بنتكلم طب إحنا كل مستشفيات مصر، خلي بالكم اللي هقوله عشان يبقى إيه، أنا بقول على الهوا هو بقى ممكن وزير الصحة يعني يختلف معي. تعالى اللي مهتم بأنك تشتغل في المجال ده اعمل معايا اتفاق، هديك المستشفى واقفة على رجليها زي الفل، والرقم اللي انا حاطه يا دكتور هحطه. يعني ايه؟ يعني انا بصرف على المستشفى دي 50 مليون جنيه في السنه، انا هدفع ال 50 مليون جنيه وتعالى ديرها انت بنظام استثماري، بس اديني نصيبي في ال 50 مليون حجم علاج. صح كده؟ ده متاح لكل المستشفيات في مصر؟ اه. وانا بكلمكم كده على انتوا هتيجي تقول الموازنه بتاعت المستشفيات ديت اهي، مستعد تخش تشغلها وانا حدها لك زي الفل، وانت ديرها بكفاءة القطاع الخاص وحسنه، وانا صاحب مصلحة وانا هاخد خدمة بالخمسين مليون جنيه اللي بدفعهم لناس بتوعي وانت حاسبك عليهم. يعني هتقول لي النهاردة انا الخمسين مليون دول انا عملت لك بيهم ده وده وده، هوافقك. طب انا هحسن كده الخدمة الطبية؟ لو وصلنا لده هتتحسن. عرضنا الكلام ده امتى؟ من زمان، سنة 2 3 4، حد جه؟ ما بقولش ان ما حدش جه، يعني معناه ان الناس ده انا بطرحه عليكم لكل اللي بيسمعني في مصر. الزراعة، لما جينا نعمل الزراعة بدأنا بمليون ونص فدان، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وعملنا دراسات مع وزارة الري والزراعة والمحافظات المختلفة بما فيها الظهير الصحراوي اللي فيها الأراضي ديت، وقلنا نطرح فنعمل البنية الأساسية ونديها للناس ولا لا. وقعدنا في نقاش كتير جدا في هذا الموضوع، وجه الدكتور مصطفى قال لي، والمهندس محلب برضه، والمهندس شريف إسماعيل ربنا يديهم الصحة، يعني قالوا لا يا فندم، الناس المستثمرين بيقولوا إن إحنا هنعمل إحنا البنية الأساسية ونزرع الارض ديت. كلام ايه؟ هل الكلام ده لما اقوله ليكو على الهوا كده هل ده يعني يسيء لحد؟ طب حجم اللي اتزرع كام من مليون ونص فدان؟ 10%؟ 20%؟ طيب هل اتعمل بنفس الجوده والكفاءه اللي احنا بنتمناها لقطاع الزراعه في مصر؟ طيب تعالوا بقى نتكلم، طب نعمل احنا مشروع جديد، المشروع ده فيه مثلا 2-3 مليون فدان طبقا للمعايير، ياخد له كام سنه؟
15 20 سنه يا دكتور ولا ايه؟ مش كانت الدوله بتزود 40,000 فدان كل سنه؟ يبقى الاثنين 3 مليون فدان عايزين لهم 20 30 سنه، مش كده؟ مش كده؟ طيب لا مش عايز اضايقك، اتفضل ازاي؟ ما انا برضو بقدم كشف حساب زيكم، انت بتتكلم وبتدافع عن نفسك وبتتكلم وتقول في حوار نتكلم فيه مع بعضنا على بلدنا واللي بنعمله لها واحنا وناء عليها ولا لا. طيب النتيجه ايه؟ المسار لا اللي اتزرع ما يجيش 20% من الارض ديت. انا غلطان؟ انا غلطان؟ كويس. وانا مش شايفها، وانا ايه؟ يعني مش شايفها؟ يعني مش قادر اقول ان ال 200 300 400 الف فدان اللي احنا بنقول يا رب يكونوا اتعملوا، انا اقدر اخد انتاجهم واقول ايه؟ يتعملوا قمح عشان اجابه مشكله قمح، يتعملوا ذره عشان علف الدواجن ومش عارف ايه، يتعملوا اللي انا عايزه. اللي عمل البنيه الاساسيه وتجهيز الدوله المصريه للزراعه من 180 سنه، يعني من 1805 واحنا طالعين كده، محمد علي يعني، ما كانش عنده مشكله غير ان هو زي ما قلت كده الميه بتيجي دايما من فوق ونازله على تحت، وهو ياخد الميه دي يعمل لها شويه قناطر صغيره وشويه جسور تخش على الارض اللي عايز يزرعها. وزرع وحسن زراعه 4 5 مليون فدان في الوقت دوت. والمبلغ اللي دفعه ساعتها الدولة استوعبته تكلفته على مدى ال 100 سنة اللي فاتوا. طب لما اجي اقول لك النهارده لأي حد مهتم بالزراعة تعالى أعمل لك مليون فدان يكلفه 150 مليار جنيه. يكلفه إيه؟ 150 مليار جنيه. تقول لي إزاي بقى؟ ده كل ده عشان بس أزرعهم 150 180. طب بعمل كده ليه؟ لان الارض اللي كانت بتتروي ري مريح خلصت، مش كده يا دكتور؟ بقى انا دلوقتي عايز اروي ارض عكس اتجاه الانحدار الطبيعي، فعايز اعمل ترع عكس الاتجاه، محطات رفع عكس الاتجاه، محطات معالجه لميه ممكن نستفيد منها عشان ما يبقاش بنسيب نقطة مية تكلفنا. طيب مستعدين في الاستثمار لأي حد داخل مصر أو بره مصر يصرف كده؟ أنا برد، أي مستثمر بيحسب ومن حقه، وده طبيعي. ليه طبيعي؟ لأنه هو في النهاية مش جايب فلوس عشان يفرقها، يعني هو بيعمل شغل عشان يكسب منه. الدولة أحيانا بتبقى مضطرة تخش في موضوعات أمن قومي. اللي بيني وما بين الاتنين تلاتة مليون فدان ده هو طاقة عمل بس، مش كده؟ طاقة إيه؟ عمل بس، يعني تمويل بتاعها والكلام ده كله ولا إيه يا فندم؟ طب حد يقول لي طب ال 200 300 مليار دول لازم اعمل كده عشان ازرع ال 2 3 مليون فدان دول وادخلهم في الناتج المحلي للدوله المصريه. ولو ان انا حلمت ان الكلام ده يطرح للناس في ظل المعطيات اللي انا بقول عليها دي، الاعتبارات اللي بتكلم عليها دي، ان هو مشروع بالطريقه دي صعب انه يتعمل، ما بقولش مستحيل، صعب ان حد يجي يقول لك طب انا هحط المبلغ ده في الموضوع. وانا بسمع كتير، يعني مره وانا قاعد كده بسمع، بجيب بحب اسمع جدا ويسجلوا لي الحاجه واكتب واقعد اقرا عشان اشوف الناس بتقول ايه. حد يقول لي المعاشات زودوها شويه. دكتور محي خدت ال 400 مليار هدفعهم انا 40 تريليون. هدفعهم كام؟ 40 تريليون جنيه لغايه 52 لاجراء اتعمل ساعتها، ان المبلغ ده ناخده دون اعتبار، وانا ما بقولش الدراسه غلط ولا صح ابدا، لا والله، ان الموضوع ان ده هناخد المبلغ ده ونعمل بيه بنيه اساسيه للدوله ثم
نبقى ندي المعاشات للناس. طب يا جماعة المعاشات دي اتعملت على دراسات اكتوارية واشتراكات بتتاخد بشكل معين، حصل زيادة كبيرة جدا في ده كله. ولما جت القضية بقت كل شوية الله يرحمه، ها البدري فرجاني كل ما يتكلم يقول يا اللي خدته فلوس الحقوق فلوس الغلابة. طيب جه الدكتور مصطفى، هنحل المسألة دي يا دكتور؟ يا دكتور ما قيت نحل المسألة دي، ما نقول المبلغ ده كله احنا يا فندم، مش كده يا دكتور معيد؟ كام بقى؟ يعني ال 400 اللي اتاخدوا، حد قال لو قعدوا زي ما هم في البنوك، زي ما هم في البنوك من المده بتاعت ما اتاخدوا لغايه ما خدنا القرار وقلنا عوايدهم قد ايه وقلنا المبلغ ده كام، خدوه يا بتوع المعاشات، تفتكروا الرقم اللي كانت الدولة هتحطه بالطريقة ديت يكفي يا دكتور محمد للرقم اللي احنا بنديه دلوقتي؟ اتفضل. يعني الرقم اللي بنديه دلوقتي يعني لو خدنا السنة المالية الحالية هندي 196.6 مليار، والسنة القادمة قول رقم يتحفظ يا أخي، ما تقول 200 ما تقول 200 200 مليار، قول 200 مليار 200 يتحفظ 200 مليار. و يعني احنا عاملين حسابنا انه في خلال 7 سنين بدأت من دي السنة الرابعة، يعني فاضل 3 سنين هنكون دخلنا على 1.7 تريليون في خلال هذه المدة، والدراسة معمولة على مدة 50 سنة تنقل الخزانة العامة للدولة خلال ال50 سنة اللي بدأت من ما طلعنا قانون 2019 هيكون 45 تريليون. طبعا المبلغ اللي اتاخد اللي هو من خلال تحويل الفوائد بتاعت نظام المعاشات على مدار فترة طويلة لبنك الاستثمار القومي، الصراحة كانت بتستخدم طبعا في يعني الخزانة العامة للدولة بتمول بيها الخطط الاستثمارية بتاعتها، وبالتالي ما خلقتش فوائد أو عوائد لأموال التأمينات والمعاشات، إلى أن أصبحت المشكلة كبيرة جدا في قدرة النظام، أو لن تكون هناك قدرة للنظام على انه يسدد المعاشات وفقا لاحكام القانون. فالحل اللي اتعمل ده اللي احنا بداناه ب 160 مليار 170 180 190 و200 ده اللي هو يقدر يضمن قدره هذا النظام على سداد المعاشات. طبعا المشاكل كانت تراكمت فتره طويله اثرت على معاشات الناس، وده كانت الشكوى اللي هو الفرق ما بين اللي هو كان بيقبضه وقيمه المعاش. اعتقد الحلول اللي عملناها دي داخله في الحل، لكن اللي دخل وحل المشكلة هي الخزانة العامة للدولة وليس النظام نفسه، لأن النظام نفسه ما كانش قادر أن يحل المشكلة لأنها تراكمت من سنة 1975 لغاية ما حلناها في 2019. برضو تاني بقول الكلمة، تفضل دكتور محمد. أنا بقول الكلمة ديت ليه؟ لأن لما اتحلت المسألة ما سمعتش حد يتكلم، لحد بيتكلم تاني يقولك ما تزودهم بقى، واللي بيتكلم ده بيقولك ما تزودهم بقى ده راجل اقتصادي وكان مسؤول في البلد. انت بتتكلم بفهم، بعلم، بمسؤولية، بأمانة ولا ايه؟ انا بتكلم على الهوى، ايه اللي انت بتقوله ده؟ شوفوا، لو انا مش عارف شغلي ما اعرفش اقف الوقفة دي، ولا يا خالد لو مش عارف انا بعمل ايه مش هقدر اوقف الوقفه دي خالص، وكل واحد يقول اللي هو عايزه واقعد انا ايه اسمع منه قلب اتعلم يعني. لا 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 والله، كل موضوع من اللي انتم بتتكلموا فيه في اي قطاع من قطاعات الدوله خد جهد من اول ما بدانا لغايه دلوقتي ولغايه لما امشي من هنا، وجهد مش تنظير، فكره حل المساله. حد تاني يقول لي الله، طب ما انت قاعد تنفق اهو، بتقول 200 مليار و300 مليار على الزراعه، ما انت معاك فلوس اهو، مش كده؟ طب ماشي، هو كل اللي معايا كام؟ ودايما اقول الكلمه ديت عشان تبقى واصله ليكم. دوله زي مصر بعدد سكانها دي عايزه لها تريليون دولار في السنه تصرفه، تريليون دولار يعني 19 20 18 تريليون جنيه. الموازنه كلها كام؟
كام يا دكتور؟ مش اتنين وشوية؟ مش كده يا دكتور محمد؟ اتنين نصهم ايه؟ مش كده؟ لو احنا مش منتبهين ان ده حال مصر هنتكلم لغة مختلفة خالص، وتقعد تطالبني وتتكلم وتشكل رأي عام على ان الدولة واللي قائمين عليها هيضيعوها. وأخشى ان اللي بيضيعوها هم اللي بينظروا عليها. فعشان كده كنا محتاجين نعمل ده، ونعمل ده في كل شيء، في الاقتصاد ايوه، في التعليم ايوه، ونتكلم ونقعد نتكلم كتير ونقول اللي احنا عندنا والدولة تقول اللي عندها، وحد يطرح حلول ونجري نشوف الحلول دي نقدر نعمل منها قد ايه. نفس الكلام في الاعلام، نفس الكلام في الثقافة والفكر. انت لما تيجي تقول النهارده يعني الدراما ستتعامل مثلا مع مشكلة السويدة السكانية اللي بقالنا، الزيادة السكانية اللي بقالنا أكتر من عبد الناصر اتكلم فيها، والله يرحمه، الله يرحمه عبد الناصر، والله يرحمه السادات، والله يرحمه مبارك، اتكلم فيها ما حدش حلها، والرئيس مبارك الله يرحمه ما اتكلمش، اتكلم فيها ما تحلتش. طب ما تحلتش ليه؟ يا ترى المؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات التعليمية اشتغلت وتضافرت الجهود في رؤيتها لهذا التحدي، وإن هو عقبة في طريق تقدم هذه الأمة ولا لا؟ وإن فهمنا للموضوع دوت بالطريقة ديت لن يكون أبدا مسار إصلاح لهذه الدولة أبدا. يعني هل إحنا عرفنا نعمل ده؟ هل رجال الدين عملوا كده؟ طيب ما تقول له الراجل، يقول له ماشي يعني ايه؟ يعني انا عارف ان والله ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، صحيح انا عارف كده، بس برضه في كل الفهم للاحاديث والنصوص بتتكلم على انك انت في اطار قدراتك، في اطار قدراتك مش في اطار قدرات الاخرين ولا حتى قدرات الدوله، لان الدوله مش مسؤوله ومش من الصح انها تصرف على الاسر. ده معنى دعوة للأ؟ لا ما أقصدش كده، أنا بتكلم على الفكرة، الفكرة اللي موجودة ومترسخة في نفوس كتير من مواطنينا. وزي ما قلت المرة اللي فاتت، يا ترى في مواطن وهو جاب 3-4 أولاد قال لهم أنا بحب الأولاد كتير يا أولاد، أنا مش عارف أشغلكم، أنا مش عارف أجوزكم، أنا مش عارف أعلمكم، أنا مش عارف أأكلكم، أنا الغلطان؟ لا ما بيقولش كده، ده بيقول لهم الدولة ما شغلتكمش، الدولة ما أكلتكمش، الدولة ما سكنتكمش. إيه ده؟ اللي ساب البناء الفكري ده يترسخ في وجدان المجتمع على مدى 50-60 سنة هو لم يقوم بالجهد المطلوب. أولاً قد لا يكون قدر ينظر ويشخص القضية والعوار فين، ثم يحط ليه خريطة تتنفذ. دي يا فندم تتنفذ، تقوم البلد من 4 ل 14 ل 40 ل 60 ل 80 ل 104، وبعدين بعد كام سنه يبقوا 150. يا ترى كل اللي احنا قلناه هيقدر يلبي ويعمل قوه دفع هائله لقدرات ماليه للدوله تجابه ده؟ يعني انا هقول نظرية متفائلة جدا ان احنا كل اللي انتوا قلتوه عملناه. شوفوا ان ما لقيتوش الدولة دي دخلها بيقفز ويتضاعف كل 3-4 سنين على الاقل، يعني 2 تريليون يبقى 4. الكلام ده انا بعد اقوله عشان كده قلت اكتر واحد بيقاسي معايا مين؟ الدكتور مصطفى والله العظيم، يعني انا متهيألي كبرته قبل اوانه، يعني لانه كل ما بنتكلم لهم ولا حاجه، يقول لي اقول لهم ولا حاجه لسه بدري قوي، اللي احنا فيه صعب قوي. الرقم اللي انتوا جايين فرحانين بيه والدكتوره هلا عندها ابتسامه جميله تقول لي، اقول لها يا دكتوره مش عايزين نضحك، قولي لي كلام يقدر يحل البلد دي ويطلع بيها قدام وتبقى ليها مكانه وسط الامم. اوعى تفتكروا حد بينجح يجيب 90% في الثانويه العامه كده،
لازم يذاكر ويشقى ويتحرم من الراحة وكل حاجة عشان يجيب النتيجة دي. عايزين البلد دي تطلع قدام، يبقى لازم كلنا مع بعض كده نقف نحشد ونشتغل. مش عارف هقول لكم حاجة كده بس مش هجيب أسماء دول. يعني لما اتكلمت على الرصيد الشعبي محدش استوعب الفكرة. أنا اعتبرت الرصيد الشعبي حشد لمسار أستفيد منه. طب إزاي؟ يعني إيه الكلمة اللي جبتها منين؟ أنا اعتبرت المسار بتاع الحرب العالمية الثانية لدولة ما كلكم عارفينها الناجم عن ممارسة شعب لدمار حصل فيه، وهو دولة كبيرة قوي. استخدموا الرئيس اللي مسك الحكم بعد منه كمسار فكري لبناء الدولة وتحمل تبعات البناء، لأنه هو لو كان ساب المجتمع ده 20 سنة كان فقد اللحظة، كان فقد يا فندم. لكن هو استفاد من أن في بناء تراكمي في وجدان المجتمع ده اللي اتضرب بعد ما كان دولة كبيرة جدا جدا وكان ملء السمع والبصر، وراح مستفيد منه وراح واخده معاه رصيد يشتغل بيه عشان يبني الدولة ويستعدها ونجح. ما قالش طب أنا طب بيضة في الأسبوع، بيضة إيه؟ بيضة في الأسبوع. طب هو حد قال بيضة في الأسبوع؟ رغيف في اليوم، هو حد رغيف في اليوم؟ عايزين تبقوا خلوها بلد زي الفل. معانا ارجع تاني بس اقول فالنهارده احنا انا بسمع في عن البلد دي من 50 سنة، من ايام ما كان هيكل بيكتب بصراحه الله يرحمه في الجورنال كل يوم الجمعه، اقعد اقراه واسمعه كمان لما بيجي يتناول الموضوع ده في اخر النهار عشان اللي ما قراش يسمع. وكانش فيه حد بيتكلم غيرهم، وبالتالي كان السياق الفكري للدوله ماشي في مجاله. احنا قاعدين نعمل كده؟ ده الراجل بيكتب الجورنال في الجمهوريه ولا الاهرام ولا الاخبار؟ طب يا عم اطلع اتكلم، انت اللي كتبت المقاله، اطلع حطها قدام منك واقرا المقال وقول انا اقصد بدي كده واقصد بدي كده واقصد بدي كده، عشان نولد فهم. اقل حاجه نعملها يعني نرجع تاني. ففكره الرصيد اللي بتكلم عليه ان هو يستخدم كاداه لتحقيق اهداف يصعب تنفيذها دلوقتي خلاص. ليه؟ الجيل اللي كان موجود في 2011 و12 و13 وكان عنده 7-8 سنين و10 سنين ساعتها، بقى عنده 20 سنه دلوقتي، ما يعرفش التجربه المريره اللي كنت انا شايف انها هتنتهي في خلال 7-8-10 سنين بالكتير لما الشباب ده يكبر. مش لان هم وحشين، لان التجربه راحت خلصت خلاص. اللي كانوا شافوا مظاهرات كل يوم وخراب للبلد كل يوم على مدى 2.5 سنين كانوا عندهم 20 بقوا عندهم يعني 33، وانت طالع بقى فوق. طب الصغير اللي 7 و8 و9 اللي ما يعرفش ده هيقول لك ايه؟ البلد دي فين؟ فين ال فين فين المستقبل بتاعنا؟ مش كده ده اللي احنا ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. احنا بنعمل فينا ايه؟ كبيئه سياسيه، بيئه اقتصاديه، بيئه اجتماعيه، بيئه امنيه، بيئه فكريه وثقافيه، وبيئه اعلاميه، وبيئه دينيه. احنا بنحشد ده المؤسسات. لما بتكلم معاهم في المواضيع ديت ونبقى فنان بس ما دخلش الدين معانا عشان يعني ايه، يعني ما يتقالش ان احنا مع الحاكم، يعني مع مين؟ والله انا ما عايزك تبقى معايا، انا عايزك تبقى معاها ولا معاها، مع الحق. الحق الرشيد، الفهم الرشيد لاي حد. انما ان احنا نبقى قاعدين ونقول البلد دي ما بتطلعش قدام ليه؟ طب ما طلعتش قدام ليه قبل كده؟ الدروس اللي احنا شفناها في تاريخنا كلنا من الكبار فينا والصغيرين اللي ممكن نقول ان هم يقدروا يعملوا ايه، الدروس والعبر اللي احنا خدناها؟ انك تردد ما يقوله الاخرين،
ما الأعمال أنت بتفكر فيها إزاي؟ فكترت الكلام. دكتور مصطفى أنا عايز أقول لك إيه بقى في الآخر، التوصيات بقى هقراها وعشان بسم الله الرحمن الرحيم. البدء الفوري بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة الطريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، مع التوجيه للحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليتها. وهنا في النقطة دي بقول لكم اعملوا مجلس أمنا منكم، من كل اللي موجودين، اللي معني من ده من المفكر الاقتصادي والمثقف الاقتصادي وحتى الجامعات الاقتصادية ورجال الأعمال، من كل المعنيين والمهتمين بالموضوع، ما تعملوا مجلس أمنا، اعملوها مجموعة عمل، عايزين نسموها إيه؟ لكن مجموعة العمل دي تبقى نقطة اتصال يا دكتور مصطفى بيننا كدولة وما بين اللي احنا بنعمله. انتوا قلتوا دي القضايا واحنا اتحركنا فيها، طب احنا اخفقنا في ده، قولنا نعمل ايه، ليكوا رأي فيه، نتحرك مع بعض فيه. انتوا خليكوا المنصة اللي تتكلم على الدور، انا بقول لرجل الاعمال، لكن اكيد لما يكون في الغرف على سبيل المثال او المؤسسات المدنية اللي شغالة وعاملة لها يعني عناصر مهتمة بالموضوع، لما يكونوا موجودين يمكن يقدروا يوصلوا الفكرة وإن احنا متحركين، بس عدينا المشكلة دي نعمل ايه ونتحرك فيها. صعب قوي ان انا اقول اللي احنا بنعمله ده من غير ما اقول ان زي ما شفتوا كده ان الواقع اللي موجود في العالم كله تأثيره سلبي جدا على كل الدنيا، وبالتالي الشعوب بتعاني، واحنا في مصر انا قلت الكلمة دي قبل كده وقلت ان حالتنا ما تتحملش يا دكتور مصطفى ضغط اكتر من كده، ما تتحملش ايه، بل بالعكس هتحتاج مننا نقول يعني نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعة الأزمة دي. يعني أنا هقولها هنا، التوجيه للحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير أكثر درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثراً. أنا قلت بلاش نحن نعمل حاجة زيادة أكتر من كده على المواطنين، وأنا بأكد عليها تاني وبقول أنا بوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظراً للظروف الاقتصادية العالمية. أنا بس هقف عند النقطة ديت وأقول كان من ضمن المصالح اللي اتكلمنا فيه قلت إن إحنا إيه نوفر فرص عمل. نوفر إيه؟ فرص عمل. في كام اللي يكون في حد شغال في حتة ولا حاجة يلاقيني واقف جنبه أقول له إيه؟ بتاخد كام؟ فيضحك يعني. أنا بقى بسأل كده عشان أشوف الإنسان ده البسيط ده بياخد كام؟ وأعرف هل هو يقدر يعيش كده ولا الدنيا عاملة إزاي؟ وأنا ماشي على الطريق ده بتاع الساحلي قدام كنا بنفتح موضوع الرمال السوداء، فلقيت شاب صغير يعني 18 19 ولا إيه؟ بسيط جدا يعني. فهو قاعد قدامي كنت بقول لك إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ قال لي أنا بعمل يعني بفتح في الخرسانة بالمنشار الحدادي ده فاصل بينها. طيب تاخد كام؟ والله العظيم أنا اتصورت هيقول لي باخد 100 جنيه 120 جنيه. أنا بقسم. قال لي أنا باخد 180 جنيه. قال لي أنا باخد كام يا كامل؟ دي شركة قطاع خاص بالمناسبة مش الشركات بتاعت مش كده؟ قال لي كام؟ 180 جنيه. قلت له أنا لو اشتغلت 20 يوم تاخد 3.6. مش كده؟ أكتر من كده يبقى 4 5 حسب، وأنت شاب صغير. اقعد يا كامل. أنا بقول لكم كده ليه؟ لان انا من ضمن المسار اللي احنا مشينا قلنا هنعمل فرص عمل في كل حته في الدنيا تجتذب طبقات بسيطه ومحدوده وما سيبهاش كده للسراب. طب الكلام ده بقى لنا كام سنه شغالين فيه؟
شغالين فيه بقالنا كام سنة؟ شغالين فيه بقالنا 7 سنين. والدكتور عاصم يراجعني بقول لكم مش أقل من 5 ل6 مليون إنسان شغالين على كامل الأرض المصرية. أنا بقول كلام معقول يا دكتور عاصم؟ بأمانة. لا بأمانة. شوف أنا بقول كده لكم ليه؟ إن ما كانش الهدف من الشغل اللي بيتعمل غير إن أنا أدي للناس دي، طب أنا كنت أقعد يا دكتور عاصم، طب أنا كنت أدي أقدر الناس دي إيه؟ أطلع من وزارة الحماية تعمل له إيه؟ إدي لكل أسرة 1000 جنيه زيادة، 2000 من الأسر اللي إحنا بالمعايير اللي إحنا عارفينها نديهم المبلغ ده. ماشي، نمط استهلاكي مش كده؟ بس. لكن أنا ما حققتش مصلحة. ما عملتش حاجة. البلد هتفضل زي ما هي كده ودفعت الفلوس. طب ما ادفع الفلوس واغير الايه؟ الواقع يا دكتور مصطفى. وانا بكلمكم على العاصمه هنا. عاصمه ايه؟ مصر كلها لازم تبقى زي دي. مصر كلها لازم تبقى زي دي. وحلمكم يبقى كده. كده. ازاي؟ لا تاكل ولا تنام ولا ترتاح. ايه؟ ايه الكلام دوت؟ الناس دي اللي بترضى بال ايه ده؟ فخمسة مليون شغالين بقالهم 7 سنين. حد يقول لي طب فانا اعلان يعني؟ لا 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 خالص، والله والله انا بحلف بالله خالص. ليه؟ انا قاعد بشوف بعمل ايه؟ وشايف الناس بتاخد ايه؟ وشايف الناس بتشتغل ازاي؟ هتقول لي حتى لو كان في مليون بينزلوا سوق العمل يا دكتور مش كده؟ لسه عندي فرصه عمل تاني. طب بالموارد المحدوده دي الفكره الايه؟ الفكره. هقول حاجات كده بس من باب انك تعرف عن ايه فكره عشان انا بقولها كتير يعني. انا قلت لكم ان هي قناه السويس دي طول عمرها بيجي لها دخل تدي له وزاره الماليه وال مش كده يا دكتور معيط وخلاص. فجاي الراجل بتاع هيئة القناة قلت له معاك فلوس كام؟ قال لي انا معيش. اتفضل استريح. قال لي ايه يا فندم؟ قال لي ايه؟ قال لي معيش. وجيت دكتور مصطفى وهو وزير اسكان قلت له معاك في هيئة المجتمعات العمرانية فلوس كام؟ قال لي يعني ده انا بشتغل كويس. قلت له معاك كام؟ قال لي 750. قلت له يا راجل مش كده. عاصم الجزار اهو هو رئيس الوزير الاسكان دلوقتي. الكلام ده هيبقى اقوله ولا ما؟ دكتور مصطفى لا بجد قول قول يا دكتور معاك كام؟ انا عندي دلوقتي حجم استثمارات ب 890 مليار جنيه على الارض. دي اعمال لم يتم لسه تحصيلها. احنا كنا بنتكلم امبارح احنا عندنا بس في مدن الجيل الرابع شراكات مع القطاع الخاص في 13,000 فدان. 13,000 فدان حق كلهم في مدن الجيل الرابع اللي هم معمولين في اخر 6 سنوات. حجم الاستثمارات في ال 13,000 فدان دول فقط 1,100,000,000,000 جنيه. حصة الدولة فيهم 311 مليار جنيه. تحصيلهم من 5 سنوات إلى 15 سنة وفقا للمساحة ومدة التعاطي. كل دول في المدن الجيل الرابع اللي هو 30 مدينة اللي احنا ابتدينا نشتغل فيهم. ده التعبير اللي فخامتك امبارح قلته ان هذه المساحات المضافة ضافت على الاقل للدولة 10 تريليون جنيه كأسد او كقيمة مضافة للاقتصاد المصري. طب اتفضل. شكرا. ساعة لما جيت قلت الكلام ده كان المهندس شريف اسماعيل ربنا يديله يا رب الصحة كان هو رئيس الوزراء ساعتها، فجاب لي كان وزير المالية موجود كان الدكتور هاني فجيه قعدوا معايا وقالوا يا فندم لو سمحت
وكان الدكتور مصطفى بقى وزير الاسكان ساعتها، فهنحدد المصير يعني يا فندم احنا ناخد الفلوس واللي هو اي استثمار عايز يعملها نديها له، مش كده يا دكتور؟ انا بقولها للمفكرين الاقتصاديين، قلت لهم لا، الفلوس هتبقى مع هيئه المجتمعات وانا تابعها، وانت ما تاخدش منه حاجه وزير الماليه، وهو مسؤول عن كل مشروعات البنيه الاساسيه لوزاره الاسكان، صح كده يا دكتور؟ طيب واحنا بنعمل حاجه كريمه، مين المسؤول يا دكتور؟ هيئه المجتمعات، مش كده؟ بقد ايه؟ بعشرات المليارات، بمئات المليارات. طب هي كانت ممكن تروح لوزاره الماليه وبعد كده تبقى تتخصص ثاني، صح؟ بس انا ما لقيتش ده بالمسار اللي فات ناجع. ما لقيتوش ناجع، يزعل الدكتور معيط؟ ممكن. عايز الفلوس عنده عشان يقدر يبقى عنده موارد، لا هو بقى اسيبه يطحن نفسه. اسيبه ايه يا فندم؟ يطحن نفسه. ايوه ده يطحن نفسه وده يطحن نفسه وده يطحن نفسه عشان نعمل. ادي واحده. فجيت قلت لرئيس الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس معاك كام؟ قال لي معيش. قلت له يا راجل يعني مؤسسه عملاقه زي دي ما يبقاش عندك ملاءه ماليه 300 400 مليار؟ المليارات عندي ملهاش قيمه بالمناسبه، للي بيسمعني عارف الكلام ده. لان الحلم كبير قوي. فقال لي لا، قلت له شوف احنا عملنا المشروع والاموال اتسددت، مش كده يا دكتور محمد؟ اتسددت بتاعه ال 68 مليار بتوع ال. طب هقول لكم حاجه عشان للفكره، والله العظيم والله العظيم ان ال 68 مليار دول كان ممكن يتدبروا من الدوله، لكن احنا دخلنا الرأي العام معانا عشان نعمل حالة مصرية بعد حالة يأس وإحباط عاشت فيها مصر من 2011 لغاية ما أطلقنا المشروع في 2014. مش أغسطس 2014 يا جمال؟ اه. فقلت له خلي كل حاجة تم عليها. قلت له شوف الفلوس الزيادة اللي بتيجي بقى مش بتاعتك، صح كده؟ دي بتاعت الهيئة الخرز. تعمل لي صندوق تحط لي فيه الفلوس بتاعتك ديت ويتنمى وما تصرفش كل ما بيصرفش قال لما انا اكون اقول اه. هي كده. طب الصندوق فيه كام النهارده يا دكتور؟ سنتين مش كده؟ جالي بقى دكتور معيط وجالي الدكتور مصطفى، قال لي يا فندم ايه ده كلام؟ قلت له اه زي ما وقفت جنبك سيبني اعمل. مش كده يا دكتور؟ النهارده فيه 80 70 80 مليار جنيه ولسه بنقول يا هادي. سنتين ثلاثة أربعة يبقى عندي 200 300 مليار جنيه في الوعاء ده، تبقى الشركه دي ملاقتها الماليه ايه؟ يا بتوع الاقتصاد قولوا لي افكار اعمل فلوس من اعمل فلوس من اي حد بس غير ان انا انصب على حد او اخطف حد. لا لا اه لا لا ده بننصب على حد بنيجي على نفسنا. اتفضل يا دكتور محمد. نفس الكلام مع شركه العاصمه دي. العاصمة وبنته دي منين؟ يا ليه مش مصدقين؟ ليه مش مصدقين إن زيها وعشرة يتعملوا؟ منين؟ دولة بتنمو لما أخذت طلب النمو عليها على الأقل ويصحح لي الدكتور عاصم مليون شقة في السنة بأمانة، خلي نصهم في الريف ونصهم في الحضر، صح كده؟ دكتور؟ لا بجد؟ ها؟ يعني 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 هو احنا يعني برضو كنا بنتكلم في الجلسه بتاعت امبارح، احنا محتاجين في ال 30 سنه اللي جايين اكتر من 30 مليون وحده سكنيه. ال 30 مليون دول مش نصهم مش في الريف ونصهم في الحضر، ده بالعكس احنا محتاجين كمان ننقل كتله كبيره من سكان الريف الى مناطق حضريه، لان الحضر هو المسؤول عن التنميه الاقتصاديه الحقيقيه في الفتره الحاليه. طيب انا بس بقول كده لكم ليه؟ عشان برضو ممكن حد يقول لك ايه، طب هل القطاع الخاص فيه شكل من اشكال المزاحمه ليه؟ انا بقول لكم لا، حجم المطلوب حجم المطلوب ضخم جدا جدا جدا، وفي بعضه مش هيبقى اقتصادي ليك، مش هيبقى اقتصادي. طب حد يقول لي طب يا فندم يعني ما انت بتعمل للطبقات اللي هي
اللي هي يعني اللي في المناطق الخطرة. طبعا تقول لي يعني انت معك فلوس لكده يا عاصم؟ يا جماعة اسيب ابني وبنتي مرمي في الشارع كده يعني كده ونايمين كده وياكلوا كده يا جماعة ده احنا ما ناكلش ونعمل لهم. وده والله العظيم انا بتكلم بجد، والله انا بتكلم بجد. يعني انتوا تفتكروا ان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت لما تهتم بالفقير والمحتاج واليتيم وتساعده هساعدك، تفتكر لو انت بتعمل ده مش هيساعدك؟ اسيبه ازاي يعني؟ طب وانا بقى قلت الكلام ده قبل كده، والله العظيم انا لو جات لي فلوس اول حاجه اعملها هاخد من طبقات دي، يعني كل المستوى احس اشيل 100,000 وحده واقعده. روحوا غيط العنب، انا اسف ان قلت التعبير ده، بشاير روحوا هناك. المكان ده يعني المكان ده اتشال كله دلوقتي بقى مكان تاني خالص. لمين؟ لاغلب ناس في الدنيا. طب احنا دكتور عاصم مش عايز يدفع نصيبه في مشارف يا دكتور مصطفى؟ لا بدفع والله. لا 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 متعود عليك 3 شهور ب 500 1500. انا حولت بتاع الشهر. انا بقول لك بس حولت بتاع الشهر. معلش اللي احنا بنعمله لا انا بس يعني مصداقا للحاج تقولوا احنا 72% من حجم الوحدات اللي انتجناها في السبع سنوات المقضيه هو في السكن بديل العشوائيات والاسكان الاجتماعي. 72% من الحجم كله اللي احنا انتجناه. بس هذا الرقم تفضل دكتور عاصم، هذا الرقم انا بقول لكم يا مصريين يا اللي قلبكم على بعضكم، هذا الرقم لا يساوي شيء في المطلوب. لا يساوي ايه؟ لما بنتكلم على ان الحاله العامه للدوله المصريه هي حاله عوز وفقر، بتترجم لايه؟ شوفوا الناس عايشه ازاي يعني. فانا بس عايز اقول، قلنا للعاصمه انا عايز اعمل عاصمه ومش عايز ادفع، مش عايز ادفع، معيش فلوس ادفعها. لو قلت دكتور معيط والله العظيم ثلاثة ما يديني حاجة، أنا بحلف. أه والله منين يعني؟ ابتسامة عريضة والدكتورة هلا تقول لك حاضر هحول لك وما تحولش. مش كده يا دكتورة؟ بس تحوليش والله حاجة. على كل حال جينا هنا في العاصمة قلت لهم بقول لكم إيه؟ العاصمة تعمل المنشآت للحكومة، مش كده يا دكتور عاصم؟ ونأجرها منها. صح؟ وتنمي وتعمل عنصر جذب. عنصر جذب يعني ايه؟ هو المطور الاستراتيجي بيعمل ايه؟ المطور الاستراتيجي بيجي على حته ارض ما تسويش حاجه ويصرف عليها من جيبه قرشين كويسين، تقوم هي بدل من المتر ب 100 جنيه وب 500 جنيه وب 1000 جنيه يبقى ب 2000 و3 و4. يعني انا النهارده كان لما بدات في العاصمه هنا كان المساحه 175,000 فدان، حوالي 750 مليون متر. وكان الطرح اللي موجود ساعتها ان احنا حد يعملها لنا ونديله فرصة ويدينا فلوس على 50 سنة. وكان كل الكلام اللي اتقال وأنا بقوله دلوقتي عشان بعد الحاجة ما تتعملت يا دكتور مصطفى يتنسي الفكرة، تتنسي الفكرة ويتنسي أصحابها. لا أنا هعمل، مش كده؟ أنا إيه؟ أنا هعمل ونعمل إحنا. وتبقى المسا دي أول حاجة مين يعملها؟ محمد يا زكي جيش خش اعمل لي حاجة حلوة قوي هنا تتعمل، خش اعمل لي مدينة الثقافة والفنون تتعمل، خش اعمل لي ساحة الشعب تتعمل، خش اعمل لي المسجد والكاتدرائية. طب أقول لكم على حاجة، أقول يا محمد معلش، قلنا تبرعات للمصريين للجامع والكاتدرائية، تصدقوا بالله والله العظيم ثلاثة ما جالي 10% تبرعات للاثنين. أنا بحلف كم؟ عشرة في المية. يلا ربنا يوفقك، ربنا يا فندم، وربنا يا رب يوفقني، يا رب ربنا يوفقني، يا رب ربنا يوفقني. ف قلت لهم بقى الحكومه تخش الشركه تخش تشتغل وتبيع للمطورين، احنا بدانا اهو تعمل المرافق مش كده، وتعمل الحي الحكومي و
تاخد فلوس مننا، وهي اللي بتاخده من الشركات اللي بتبيع لها اراضي ما ناخدهاش، صح كده؟ ما تاخدهاش. ده كله معمول، وزي ما قلت امبارح ولا اول امبارح بنتكلم على 90-100 مليار جنيه موجودين بين كاش وائتمان مؤكد. ولو احنا قدرنا بسرعه نيجي هنا وقوه الدفع بتاعت وجودنا انعكست على الطلب، ممكن الرقم ده يبقى يا فندم مرتين ثلاثه. طب يعني الحكومه ما دفعتش المبلغ ده؟ نفس الكلام لبني سويف، نفس الكلام للعالمين، مش كده يا فندم؟ الله، دي فكره، ده مسار طرح لايجاد حل لعدم القدره على الجذب او التمويل. انا بقول الكلام ده خد وقت كتير مننا عشان يعني المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها مهمه قوي، ان احنا يعني نكثف جهدنا ونفكر في افكار تحل المساله، مش فقط على قد يعني طيب يعني جم حد من مطورين، انا بقعد مع ناس كتير يعني للشغل، فبيقول لي يعني ايه عايزين نعمل تمويل عقاري منخفض التكلفه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ قلت له طيب تمويل عقاري البنك النهارده بيدي يعني من 8-10%، مش كده ولا؟ وبعض الحاجات اللي هي صغيره البنك المركزي كان عمل شويه تسهيلات للناس. قلت له طب انا لو جيت النهارده عملت تسهيل عقاري لمليون وحده سكنيه ب 5%، المليون وحده دول هيكلفوا قد ايه؟ ده رقم. والتمويل بتاعهم ده قد ايه؟ ده رقم. وتكلفه الفرق بين التكلفه الحقيقيه للتمويل وبين اللي انا هوفره للناس، انا هدي له 5% 6%، مين يدفعه؟ مين يا دكتور؟ قال لي وزاره الماليه. قال لي ايه؟ قلت له ما اقدرش اعمل ده. انا كفايه عليا قوي ان انا اعمل التمويل منخفض التكلفه لصالح اللي هي الفئات الايه؟ لكن عشان اخلي سوق العقار في مصر يبقى اكبر من كده وياخد شريحه اكبر من كده لازم افكار اخرى، لازم ايه؟ افكار اخرى تطرحوها ونحلها تبقى ممكن قابله للايه؟ للتنفيذ يعني. فانا بقول لي وفي اطروحات كتير كده بتجيلي زي دي، اقول له ما اقدرش، انت بتتكلم من وجهه نظرك انت بس اللي هو المستثمر، لكن انا عايزك تتكلم من وجهه نظر عامه، اقدر اعمل المقترح اللي انت طرحه ولا لا؟ لو انت طرحت طرح اقدر اعمله، ده معناه انك انت حطيت فيه كل الاعتبارات. يعني النقطة اللي بعد كده، تكليف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكثيف جهود تشغيل الأسر الأكثر احتياجا في مشروعات متناهية الصغر تساعدهم على تحسين دخولهم. أنا في كل حاجة من دي هديكم أمثلة حية أنا عشتها عشان الناس تبقى يعني إيه، تبقى عارفة إن العنوان ممكن يبقى جميل بضيع وقتكم والله العظيم، بس أعمل إيه بقى؟ لحسن حد قلنا نعمل مدينة الأساس في دمياط عشان ننقل صناعة الأساس في مصر لمنطقة تانية، ويبقى في عمل مؤسسي وفي دعم من الدولة ليه يقدر ينجح ونخش في مستوى تاني غير اللي احنا ماشيين فيه بقى لنا سنين طويلة. دول كتير جدا بتشتغل وعندها قواعد صناعية أقل مننا زي اللي في دمياط وفي مدن كتير في الدلتا وفي الصعيد، بتنتج أساس، لكن مش قادرين نعمل مواصفة تبقى منافسة وتكلفتها أقل. فقلنا نعمل مدينة الأساس ديت، عملناها. لما جينا عملناها ده مسار احنا عملناه. طيب وعملنا الهناجر وعملنا كل حاجه تبقى للايه؟ للي احنا متصورين انه ممكن ينجح. طب اهلنا في دمياط جم يا دكتور؟ لا. طب ليه؟ لان دراسه الموضوع البيئه الاجتماعيه كانت بتقول ان الراجل اللي بيشتغل في البيت فوق بينزل يشتغل في الورشه تحت ويطلب الشاي يبعته له، يطلب الغداء ينزله له، تعبان شويه يطلع ينام. فلما احنا عملنا الكلام ده احنا عملنا مدينه بس، فما عناصر اخرى فقدت في الدراسه ما اتحطتش في الاعتبار، مش كده؟ فحجم الطلب وحجم ثم في تحديات كتير جدا عايزه تتعمل. انا بتكلم على فكره واحده
لمدينة بتقول إن هي ممكن تعمل صناعة الأساس نقلة مناسبة. تحط بقى عايز تجيب حد يجيب خشب بسعر مناسب، مستلزمات الصناعة بسعر مناسب، كلام من هذا القبيل يعني. ودينا أنا بجبت على كلمة اللي نحن نشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أيوة، بس ده موضوع بيبقى فيه نظرة شاملة مننا كلنا، من الدولة ومن اللي هيشتغل في الموضوع ومن رجال الصناعة. أنا بعمل صناعة أقدر أشغل عندي في الصناعات الصغيرة دي تديني مستلزمات ليا لعشرين تلاتين مصنع، لازم تعمل كده معايا وتشجعهم وتطول بالك عليهم وما تزهقش منهم يعني. فاحنا محتاجين النقطة دي برضو يعني ان احنا نساعد على تحسين دخول هذه الفئة. انا قلت تكليف الحكومة بتشكيل مجموعات عمل تضم كافة التخصصات، اللي هو اللي انا اتكلمنا قلته في الاول، ان احنا محتاجين يعني بعد المؤتمر ده، ومش ده بس، وبقول للدكتور ضياء انتوا عملتوا الحوار وشغالين فيه، وبقول لك تاني بطلب منك يعني صحيح كمل بقى، هات المغزى مؤتمر للدين ونقعد برضه نتكلم كده ونتكلم بمنتهى الصراحة، اللي رافض واللي هيتهمنا ان احنا مش مسلمين ولا متدينين، واللي يقول لا والله انتوا ناس كويسين ممكن ربنا يسامحكم، هاتوا ده وهاتوا ده. انا بكلم بجد والله، لازم نعمل الحوار ده دكتور ضياء. تقول لي ما احنا بنتحاور الموضوع ده بقى محل نقاش داخل القضية. انا بكلم اسلام ومسيحية، بكلم ايه؟ مش اسلام بس، مش احنا هنا مواطنين كلنا ولكل واحد بعقيدته. طب اقول لك على حاجة ثالثة صعبة قوي والله انا صادق، حتى اللي بيقول ما فيش، حتى ايه اللي يا دكتور مصطفى بيقول ما فيش ايه، قول هو انا خايف انك انت تقول كده حد يجي معاك، مش خدين بالك ولا ايه؟ ده العزيز تيجي له زاحف مش هزقك عليه. عرفتوا ليه بختلف مع التيار؟ ربنا ما حدش يزق حد عليه، هو اعز واكرم واكبر من كده. ربنا انت تجري عليه، لان بتجري على الخير كله، بتجري ايه على الخير كله. يبقى نفتح المجال لنقاش حتى للي بيقولوا ما فيش. اه طبعا، هو انا ما عنديش منطق ولا حاجه، مش انا لا، انا بكلم انا احنا. طب انت شايف ما فيش؟ طب ما هو قال عنك قبل من 1000 سنه ان هيبقى في ناس بتقول ما فيش، ما تجيبش جديد يعني. وعايز مش عايز ربنا اشفق عليك، تريح اشفق عليك انك يفوتك الغالي. يبقى لابد ان الفهم والنقاش الديني المتعمق لاصلاح، بالمناسبه المفروض ان بفضلك يا رب ان التجربه والمسار اللي احنا بنعمله ده يبقى في وقت من الوقت، ما اعرفش امتى، هو عباره عن يعني مثل نموذج للناس بتعيش مع بعضها ازاي وبتتكلم مع بعضها ازاي. يبقى انا ما اقدرش اغفل الجانب ده واطرح له حاجته والناس تتكلم فيه وتقول ما شاءت فيه، اللي بيأيد واللي بيرفض واللي رافض خالص ولا حاجه. نسمع ويجي في التلفزيون هو يقول كده، يعني يقول كلام مش لطيف يا محمد، ما يقول ده مش رأيه. يبقى لينا كلنا ده الحوار اللي المفروض ان انا في تقديري محتاجين نكمل على اللي احنا بنعمله. نفس الكلام، ما تسمع من غير تأفف للآخر. الآخر انا اقصده يعني اللي هم مهتمين في الإسلام والمهتمين في المسيحية، يقول كلامه ويرد عليهم متخصصين في كل شيء، سواء كان من مؤسسات دينية أو مواطنين عاديين عايزين، مش عاجبهم كلام، مفكرين مثقفين مش عاجبهم، ماله قولوا. لكن أنا أتصور إن إحنا محتاجين ده، ويبقى في قضايا
محطوطة بعينها لهذا النقاش. يبقى أتصور إن إحنا إذا كنا عايزين ننتهي بالحوار الوطني إلى 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 إن هو بيعيد تشكيل وصياغة وتجميع رأينا العام في مصر، يبقى كل واحد من دول ياخد حقه. يبقى زي ما احنا قعدنا كده وكلمنا وسمعنا بعضنا، نيجي في الحته دي ونقعد ونسمع نفس الكلام للإعلام. وكأنك انت فين عماد؟ استاذ عماد ازيك؟ وكأن انتوا زي الفل يعني، اكن انتوا ايه؟ انتوا زي الفل. طيب لا، احنا بنتكلم يا جماعه ان كل مؤسسات الدوله محتاجه ان احنا نناقش بمنتهى الشفافيه والاطمئنان والقبول. واذا كنتم بتتكلموا على حريه حقيقيه وانفتاح حقيقي، لما تيجي تهاجمني يا استاذ احمد مش هزعل منك، لانك بتقول وجهه نظرك وانا دافع عن نفسي. طب ما اقنعتكش، طب هعمل ايه يعني؟ طبيعي يعني. فاقصد اقول يا دكتور، بما انك انت ومسؤول معانا في ده، لو سمحت لا حط لنا كل الملفات واطرحوها ونتكلم فيها ونقعد. هيمد الموضوع ده ياخد له اسبوعين ثلاثة كمان شهر، لا بأس نتكلم ونسمع بعضنا البعض. احنا قلنا طبعا الاستجابة لكل اللي قالته يعني القطاع الخاص والمستثمرين، ايوه احنا معاكم لان احنا بيكم هنطلع لقدام. يعني اوعى تكون محصلة الكلام اللي انا قلته خلال الفترة اللي أنا كلمت فيها معاكم دي ما تشجعكش على أنك أنت، لا دي بلدنا بتاعتنا كلنا وليكوا كلكم، مش بتاعتي ولا بتاعت الحكومة أبدا، بتاعتنا كلنا. يبقى احنا قلنا النتيجة بتاعت المؤتمر دي تخلينا أن احنا ننفذه سنويا هو مؤتمرات اخرى. خلونا دايما نتقابل كده ونتكلم كده وكل واحد يقول اللي عنده. المره الجايه عايز يبقى موجود شباب هنا ويتهمونا ويزعقوا لنا، قول واحنا ندافع، حقهم علينا احسن ما يزعقوا في الشارع، يزعقوا لنا احنا. ما هم برضو خايفين لو كنا احنا هناخدهم على نضيعهم يعني. والله ما هم بيقول لك طب بكره بتاعنا، طب انتوا بتاعكم خلص وخلاص يعني، طب احنا مش ضامنينكم بقى هتودونا على فين. لا نسمعهم يعني. مره ثانيه كل التحيه والتقدير والله والاحترام لكم، ووجودكم وخطوتكم عزيزه علينا وعلى مصر ان انتوا تبقوا موجودين هنا الثلاث ايام دول، وكل كلمه قلتوها وكل فكره طرحتوها مقدرة ومقبولة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم عنا خير، ويكون المؤتمر ده هو مقدمة لنجاح للدولة المصرية أكتر وأكتر. معا 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 نستطيع، معا نستطيع.